وفي ريف اللاذقية ترصد لنا كاميرا الأخبار جانبا من بطولات جيشنا في قرى طيرة والربيعة وسلمى وكنسبة ونبع المر التابعة لكسب على الحدود التركية. الزميل المراسل الحربي طاهر حيدر رافق أبطال الجيش وأعد لنا التقرير التالي. نبع المر، المخفر الحدودي، الحدود التركية. جولتنا الميدانية في ريف اللاذقية برفقة الجيش العربي السوري. اتجهنا إلى قرية نبع المر على الحدود التركية. سلكنا مناطق عدة صعودا وهبوطا على طريق كسب. وصلنا إلى مخفر نبع المر حيث تمركز رجالنا البواسل المرابطين دائما وأبدا في وجه كل عدو تسول له نفسه تخريب سوريا والعبث بأمانها. نحن هلا بنقطة اسمها مخفر نبع المر الذي تبعد عن الحدود التركية حوالي 400 ل 500 متر. الطريق اللي نحن شايفينه زفت، هذا طريق مؤدي لقرية عطيرة. قرية عطيرة بتكون على الحدود السورية التركية. هاي القرية متقوم بإمداد المسلحين من تسليح ومن أجانب باتجاه المناطق الواقعة خلف هالسلاسل الجبلية الكبير والسوداء، وهالقرى هي وصولا لناحية ربيعة بشكل عام حتى سلمى كنسبة. يوميا عبر هالوديان هي يتم انزال المسلحين الاجانب بعطيرة وبيتسللوا باتجاه نقاطنا هون من خلال هالوديان هي الموجودة وعبر الاشجار. بس وجود عناصر الجيش العربي السوري يتم التعامل مع هؤلاء المسلحين الارهابيين المرتزقة، وتقوم عناصر الجيش بالتعامل معهم وقتلهم بشكل دائم والتصدي لهم. هذه الجبال المحيطة بهذه النقطة، هذه يوجد فيها مسلحين يحاولون دائما وأبدا التسلل عبر هذه الجبال ومن بين هذه الأشجار باتجاه هذه النقطة، ولكن نتصدى لهم دائما ونسحقهم دائما، وفي كل يوم نقتل منهم أعدادا ليست قليلة. عناصرنا أو مقاتلون الأشاوس معنويات عالية، الروح المعنوي لديهم والحالة النفسية في حالة ممتازة انطلاقا من محبتهم لهذا الوطن ومن إيمانهم بالدفاع عن عزة وكرامة هذا الوطن. تلال تركية سورية تفصل بينها طرقات نظامية ومنها غير نظامي، والتي سخرت لخدمة مرتزقة عابثين بالوطن ممولين بأجور مدفوعة لتخريب سوريا وتشويه حقيقتها الجميلة. هلا نحن متواجدين بنقطة الجيش العربي السوري متخمة لغابات الفرلوغ، متخمة الحدود التركية. الحدود اللي يجينا منه أعداد كبيرة من المسلحين وتم القضاء عليها كلها، وأي مسلح راح يفكر إنه تضع إجره الحدود السورية راح تكون فكرته هي خاطئة، وراح تكون خطته الأولى هي الأخيرة. هذه التلة تابعة للأراضي التركية، خلفها تماما إحدى القرى التركية والتي يلجأ إليها المرتزقة لإسعاف جرحاهم من ضربات بواسل قواتنا المسلحة أثناء تسللهم ليلا، وأيضا لإخفاء جثث قتلاهم. وهذا المحرس التركي بين هذه التلال. وفي هذا المكان بالتحديد قتل الكثير من الجنسيات العربية وغير العربية. المنطقة المقابلة هي شو؟ حدود تركية. شو عم يصير هون؟ عم يسووا عمليات تسلل باتجاهنا ونحن جاهزين لنمنعهم. باسم الجيش العربي السوري وعناصر الجيش العربي السوري بوجه رسالة لكل المسلحين المرتزقة بأن ما يفكروا ولا لحظة ولا ثانية اختراق الحدود السورية والتوجه إلى سوريا، لأنه راح تكون مقبرتهم الأرض السورية، لأنها أرض شريفة وطاهرة وما راح تتوسخ بدمائهم القذرة. وكر للمجموعات الإرهابية المسلحة في إحدى المزارع السورية المتاخمة للحدود استهدفه الجيش العربي السوري وقضى على من فيه. أمضينا كامل اليوم مع بواسلنا الأشاوس، سهرنا معهم في لحظات استعدادهم واحتياطاتهم للقضاء على تسلل الإرهاب، وكان ذلك. Thank you.
معركة دارت لساعات تقريبا، وذلك بعد رصد تحركات لمجموعات إرهابية ليلا. وبالطبع كما هي العادة يقضي المسلحون باقي الليل في سحب جثث القتلى لإخفاء الهزيمة والهوية، كما أخبرنا رجالنا الأبطال. وفي ساعات الصباح الأولى كانت لنا جولة مع أحد رجال الجيش أثناء تفقده لزملائه، مع إشراقة لشمس تصبح على الجيش العربي السوري وعلى سلاح مصوب باتجاه الغدر والحقد. كذا مرة صار في تسلل وتم القضاء عليهم بشكل نهائي وكامل. نحن هون سهرانين من حتى الصباح، حتى يعني بشكل 24/24 سهرانين للتصدي للمجموعات اللي عم تتسلل من تركيا باتجاهنا باتجاه الأراضي السورية. مقولة يقولها السوريون: بوجود الجيش العربي السوري يوجد الأمان، وهذا المعبر الحدودي الفاصل بين الأراضي السورية التركية يتحدث عن نفسه وعن أمانه. ثلاث كلمات هي الجيش العربي السوري، يتبعها ثلاث: شرف ووطن وإخلاص، تختصر عقيدة أبطالنا المرابطين خلف الزناد. لأخبار التلفزيون العربي السوري، طاهر حيدر، ريف اللاذقية. شكرا.